إريك، المظاهرة في حيفا يوم الجمعة المنصرم كان هناك ليست فقط اعتقال السيد جعفر فرح مدير مركز مساواة لحقوق الإنسان منذ أكثر من 20 سنة. الإنسان الفلسطيني. لحظة لا تقاطعني لو سمحت. دكتور روفيس أعطيك كرة تفضل. وأنا أقول لك أن ليس هذا الشخص فقط بل مجموعة كاملة من الأشخاص أنا أعرفهم شخصيا، ليس كلهم ولكن أعرفهم شخصيا، وأنا أقول لك أنهم نخبة من الناس، وهم من يحاور البرلمان الإسرائيلي بشكل مستمر على عدة سنوات، يناقش الشرطة حينما يكون هناك إمكانية للنقاش، ويتجمعون معهم ويرشدونهم، يرشدون السفراء من كامل العالم، إن كان من أوروبا ومن كان من آسيا وإن كان في أي محل كان، لا يحاربون يرشدونهم يحاربونهم. وأنت توصف هذه الناس كمخربين؟ أنا لم أصف ذلك. ألا تستحي على هذه الأقوال؟ أنت تكذب على المرأة. ألا تستحي على هذه الأقوال؟ أنا أقول لك أنا قلت عن مرتزقة. أنت قلت أنت تعمد أنت أنا لم أصف ذلك. أنت بنفسك زلة لسان فوقيانية تابعة من تمك بدون انتباه، زلة لسان اللي بتعكس أنت أردت أن تعمل هذه المعادلة والمشابهة بين كيف يتعامل الجيش الإسرائيلي مع اليهود وكيف يتعامل الجيش الإسرائيلي والشرطة مع العرب، وأعطيت هذا المثال، وأنا أقول لك سأعيدك في ذاكرتك. كان هناك بضع عدة سنوات إخلاء جوش كتيف وهي مستوطنة في غزة، أقام فيها الجيش الإسرائيلي والشرطة عمليات تخلية ضد هذه المظاهرات والمستوطنين الذين كانوا في هذه الأماكن ورفضوا أن يخلوا من هذا المكان. كان هناك الآلاف منهم، ورغم أن كان هناك الآلاف منهم التعامل معهم كان على كف من الحرير، لا يوجد كان أي اعتقالات كانت ولن يكن هناك أي عنف كان، بل على العكس كان هناك عنف من قبل المستوطنين ضد الشرطة والجيش. لكن ما نراه اليوم في غزة هو العكس تماما، نرى القناصين يطلقون النار الحية. أنا مسرور على ذلك وأعطيني فرصة تشخص. لأنهم يشكلون خطر على ماذا؟ على جدار. أرأيت ما يصفه؟ أنت كذاب بكل معنى الكلمة. أرجو أن تسمع مني، أنا بقول على المرأة أنت رجل كذاب وتعتذر الآن. هم بوصفك كذاب تسمحني بدون هذه التعبير، بدون هذه التعبير هذا كذب على المرأة لا يتحمله إنسان. هؤلاء الذين انطلقوا على الجدران أعلنوا بصراحة، أول إشي معظمهم رجالات حماس. هذا ليس الموضوع. هذا لا أريد أن هو ذكرها، هذا جدير بالجواب. ليس كل نقطة ليست كل نقطة الرد على الافتراءات والكذب. هذه ليست النقطة، هذه افتراءات وكذب. هؤلاء الذين هجموا على جدار إسرائيلي هم رجالات حماس، اعترفوا بذلك وأعلنوا سلف أنهم يريدون اقتحام المستعمرات اليهودية وقتل مواطنيها. نعم. فاليوم نعم. يتعجب لماذا أنت دكتور روفين لا لحظة، أنت تقول بأن أنت تتمنى أو تتأمل بأن يكون المواطن العربي مخلص لدولة إسرائيل. لحظة مش دعنا. الله اللي بيهتم شو في أرض. لا إسرائيل ترغب بذلك. إسرائيل ترغب بذلك. ماذا تتوقع؟ ماذا تتوقع من حتى هذا تشخيص سلف؟ أقول لك لماذا. تفضل. ليس هناك بإسرائيل من هو مسؤول على ضمير هذا الإنسان وغيره. لا نهتم ما يكون به أو ما يفكر به شخص ما، فلسطيني عربي إسرائيلي درزي مسيحي، لا يهمنا ما إخلاصه ومش إخلاصه، يهمنا أن يحافظ وينفذ القانون على ما هو. فعندما يلومني أنني أقول عنهم أنهم محاربين، هذه زلة لسان تعكس ما في رأسه. أنا أقول لك إنه نحن لا نتعامل مع أولئك ضحية التحريض من أعداء الكنيسة الذي يتحاورون معنا كما وصف، هم ضحية تحريض مستمر. هذه الجماعات المرتزقة التي تقبض من بعض المصادر المشبوهة كل شأنها مش اهتمام بالمساواة. لو مساواة كل ما هجمونا بالصواريخ
وكل من قتلونا بفجروا أنفسهم حماس وغيرهم فلسطينيين بالبساط لقد رأيناهم يشاركون بمظاهرات تأييد لإسرائيل وضحياها ولكن